السؤال هو شلون راح يكون التيك توك العراقي بشهر رمضان؟ وشلون ما راح يكون؟ اتمنى ما يكون باكل، لان انا حاليا قاعد اصور قبل الفطور، يعني بساعتين او ساعه والجوع واصل لهنا والعطش، فان شاء الله ما يطلع لي شيء يجوعني بزياده او يخليني اعطش بزياده. هاي امنيتي الوحيده، ايش ما يكون التيك توك العراقي خلي يكون، بس اهم شيء ما يكون باكل. ونشوف اول ما لا 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 مو معناها سمعني تيك توك، يعني معقوله اتوقع تيك توك سمعني يعني صراحه كلش طيبه، واني هاي المقبلات المفضله عندي. لا 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 راشي او تحيني مايونيز. اشكرك على يعني على المكونات، بس طبعا هذا اختياري، اعرف وايد ما يحبوا جوز، ما ادري بودرة. شباب الاجهزه تسمعنا، بعيدا عن المكونات بعيدا عن كل شيء. باذنجان مقلي، انا ما احب الباذنجان صراحه حيل يعني، بس لا نجوع عن تحب كل شيء صراحه واكيد قدامك. وهاي انذليت، انا انذليت باول مقطع لنا، كنا نتمنى انه ما يطلع النكل، طلع النكل. اتمنى انه ما يطلع بالمقطع الجاي مليون دولار، ما ادري يعني حتى يطلع لي مليون دولار. خلينا نكمل. يعني هذا التليفون ابقيه عندك هسه سنه، اذا دق عليك واحد سال على يمك. يعني انا تمنيت مليون دولار، ما اعرف ايش قد جاني في التفكير انه انا مو مهم، انا معكم شغل بهاي المقاطع. هاي المقاطع صراحة ما تيك توك مرات يجي تلعب مشاعرنا، لا تخلوها تلعب مشاعرنا، خليها تلعب شوية مشاعري بس وراها قلت لها كافي، ما خليتها تكمل تلعب مشاعري حبيبي، مشاعري مو طوبة حتى تلعب. يلا 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 يقول لك لا تصورون بهاي الطريقة، وصوروا اختار بورترية بعدها روح حرف الاف. صح هذا الاف، بس خلنا نصي شوية الأغاني سطرتني، خلي الإضاءة. حلو حلو، تعليم بسيط جميل، مقطع عراقي راقي. ايه الحدث التيك توك العراقي ما متعبني. شنو كلمه ما يعرفها غير اهل بغداد؟ كلمه ما يعرفها غير اهل بغداد. ما عليكم من اهل بغداد، راح اعطيكم كم كلمه واريدكم تحزرون. ايه. من يا منطقة بغداد. يلا يلا انا من بغداد، خلينا نشوف. انطيني يالي ودي لي يالي كاظميه، كاظميه قال لي يالي، هذه قصه. يلا كاظمي شباب، انا مو متاكد بس شبه متاكد بالكاظميه، انا من كنت العب بالزوراء كان صديقي اسمه شكر، اتذكر ان شاء الله اذا الله يذكره بالخير، كان من الكاظميه، ومن يريد يلعب باص او شيء انطيني يالي العب ليالي، وكل هيك بيها ليالي وهاي، فحل اختلاف اللهجات بالعراق. وقولوا لنا من بغداد هاي صحيح من الكاظميه، انت يم امك بالمطبخ بعد ما ابوك قتلك فجاه يطب عليكم. لعبت بيجوله قلت له انا مال حاسب، انا رجال، انا رجال، انا اعرف اصير، انا مصير صياح والبكي واصله. قلت له باع كاميرا، قلت له باع بس باع بعيوني، انه انا بعد نرجع باللي قال لي بابا اكو شو هاي النظره، قلت له اكو شو هاي النظره بابا. بس بعد الباب طفر طبعا، احنا لازم يعني هاي كل ولد اتوقع ما رب هاي الحاله انه مكتوب من ابوه، بس لازم يبين انه هو مقتول. المهم صراحه تيك توك العراقي اذا يظل هي ارجع السلسله، يعني معقوله لان شهر رمضان مثل المقاطع تصير حلوه؟ ما ادري خلينا نكمل. شنو هذا الزيت؟ وخر عنها لان كنا إسعاف. معرضين لهذا الموقف بيوم من الايام، سياره الاسعاف بها اجهزه مؤقته مثل اجهزه انعاش القلب والاسعافات الاوليه واجهزه الاكسجين، وبالحالات الحرجه ممكن يسوون بها عمليات صغرى، وهي الاجهزه اللي حكينا عليها عملها مؤقت وتنقذ حياه الانسان كحد اقصى من ساعة إلى ساعة ونص، وفوق ازدحامات الشوارع لا توقف قدامه، فإذا ما انطيتها مجال أنت تعرف إيش راح يصير، فهيج هيج. كلام موافق طبعاً وكلش جميل وعاشيد شنرمين، وبعد شغلة طبعاً نتمنى من الحكومة إنه توفر طريق خاص لهاي الحالات، يعني طريق خاص ينحط، أتوقع كوايد دول لها طريق خاص للسيارات الإسعاف أو الجمهور، فإذا يصير مو بس نوجه تحيات، نسوي مقطع على هذا الموضوع. إيه تراه يدري، تراه يدري بأن القلب مسكنه، ولست أبصر بالعينين إلا هو. شو تريدون من المشاعر اليوم؟ حين أذكره يا عين قولي متى بالله نلقاه، متى يا نلقاه؟ يا عين قولي لنا هل بات يذكرنا، هل بات يذكرنا، وهل ستكبر على أحزانه الآه، إن كان غاب لأن الحزن يسكنه. إيه؟ يا ليتني الحزن كي أحظى بسكناه. الله، يعني أنا إذا طالب عندك أستاذ أجيب وياي، خل اجيب هذا. هاي انا عندك استاذ هيك لازم اجي للصف وياي كلينك قهوه، طبعا يعذرون على التفاهه. المشاعر مو طوبه حتى تلعبون بيها، كلام جميل شعر قوي استاذ عراقي راقي، بس مشاعري مو طوبه حتى تلعبون بيها، ما راح تنهز ولا شعره من مشاعري، خوش لا ذكرى لا حزن لا ضحكت لا ما ادري شنو، هاي الامور مشاعري مو طوبه.
خلوها هاشتاج هذا بالمقطع علقوا مشاعر مو طوبه حتى تلعبون بيه. هو هذا انا خايف منه انا هذا ال... لا يا الله مع صوت من ياكل يقول شلون تندر وجوسي. هو امير بروز اصدقاء امير بروز مو امير بروز طبعا والله كنت اتابع كوما كوما بس هسه ما ادري شو كان بعد ما يطلع لي. والاكل ابتعد عني رجاء رجاء ابوس ايدك ابتعد عني بعد ساعه على الفطور بس ساعه والله بعد ساعه ضبط بس عوفني عوفني. السلام عليكم شلونك؟ يا الله مسابقه الف له هديه مجهوله. هديه مجهوله افضل. يا الله خلينا نشوف شده ايش راح يطلع عليه. حاولنا يمكن شو اسمه هذا الكورنيش كورنيش عادي عادي قوي كورنيش شنو؟ ما شنو؟ طلع على عرفت يا شنو ولا لا؟ لا والله هاي أليكسا محاكي صوتي ايه هاي ما تحشيلها شيء مثلا شغل اغنيه بس لازم بالانجليزي بالعنوان وين تل اشغلها بالاضافه تشتغل سبيكر بالعنوان موجود وين موجود؟ حبيبي وين هاي التحديات؟ ما تدلين على مكانك شوية أنا والله غرفتي تحتاج لها أليكسا. أليكسا شغلينا الضوء أليكسا. بس والله حلو يعني محتوى قاعد يطلعنا بالعراق كلش منوع وحلو حلو يعني هذا أقدر أقول أي حلو ما عدا الأكل. الأكل من يطلع لك يعذب نفسيتك. أكبر مول بالعراق يا بوه أنت تخيل كم مول عندنا صار ما تقول لي أكبر من كل مولات بغداد والنافورة اللي بي أكبر وأحلى من نافورة دبي. وعلى بغداد راح أصير بس مولات أضخم فندق بالعراق يعني متروس استارات وتنفتح بي وكالات ما موجودة بأي مول وكل المطاعم الجوة يطلن على النافورة. المول صاير كأنك رايح على الدورة قريب علينا من الدورة بس شباب كافي شكرا بدون راح شنقول فطو ما نحب اسمه خسر ثلاث مرات قلنا وراح 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 يا اخوي حبيبي هاي انا طبعا مو من النوع اللي يحب الكواليس هواي بس المعلومات اللي طرحها حلوه بس انتو نفسي لو عكسي حلوه نفسي لو عكسي هواي مولات صارت يا اخي اكو مشاريع والله تخبل ترفيهيه هاي بس مول 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 ما اعرف انتو من يحبون مولات لو يعني مشاريع اخرى انا صراحه ارجح انه هي صح حلوه المولات بس مو بكثره كلش انه التنويع بال مثل مدينه مائيه حلوه ما يعني قليل كلش خاصة بالدور هاي الصفحة أسعار المنازل في أمريكا. حلو هذا خوش موضوع هذا والله. بيت مبني بال 2024 أنا مثلا أريد أشتري لي بيت بأمريكا يلا يعني بعد جديد خلينا نشوف البيوت الأمريكية والعراقية قد سعرها لأن بالعراق الأسعار بسم الله العب هاي كبير هاي شقة مو بيت مع الغرفة ويلي ويلي هاي صغيرة هاي مو كلش كبيرة ذكرتني بغرفتي غرفتي الصغيرة يعني حلوة حلوة ايه الحمام الاول فيها حمام؟ لا مو حمام شنو هاي حمام؟ حمام قد غرفتي شباب يجي يوم نبدلها ان شاء الله هذا الجراج شنو هاي؟ لك هذا الجراج اكبر من غرفتي هاي غرفة يا سبت قال لنا السعر ثانية قاعد تفرفرنا السعر السعر هاي الكلازت مالتها شباب راح اسوي سكيب للسعر هذا البيت بولايه هذا البيت بولايه اريزونا مطلوب به 476 الف دولار 70 الف دولار وبس تشتري للبيت ينطونك خصم 5% ما تشوفوا الكوميونتي بعدها جديده حلو اي حلو يعني اذا فيك تشتري هسه بيت بس قل لي ايش قد هاي بالعراق سلموا لك اياه بشهر التاسع اي ان شاء الله بالتاسع بس قل لي بيش 465 الف دولار خلينا نشوف عندي برنامج يعني 683 مليون 600 هاي قدامكم شباب 683 مليون اتمنى واضحتكم بس هو خلاص فن على الرقم بس زين بس هو ما قال مساحته ايش قد بس كبير كان ومرتب وحلو بامريكا يعني صراحه زين بس الاسعار الصراحه بس عندنا غاليه تلقى لك بيت ما بي خدماته هاي والمتر مالته ب 3 ملايين ليش ما حد يدري اريدك تكتب لي هسه ايش قد المتر بمنطقتك ايش قد المتر ينباع بمنطقتك خلينا نشوف الاسعار الخياليه يقول لك امي تركتني مع ضيوف ما اعرفهم انا بعد دقيقه بال 86 شيك هذا من هذا مو عراقي سعودي بالبصره وقف 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 بالبصره ما يعرفون حبيبي انت تعرف على قاعد تقول الكلام تدري انت قاعد تسولف حبيبي يعني ولا ترندات مو اي شيء تشوفه لازم تشيت بيه انت تدري شنو معنى العرق مال البصره يا حبيبي يا قلبي يا نتمنى من السعوديين واخوانا في كل الدول ان تفتهم الترند قبل تشيت بيه وحتى العراقيين الترند افتهمه قبل تشيت بيه هسه الولد يعني شكله بايخ قدامنا اعلانات المسلسلات كل شوي
راح تشوفوني بشخصيه والله اصدق في رمضان. والله موتونه شخصيه كلش صعبه. احمد ما يقرا بس الامتحان. يا ترى برمضان احمد راح ينجح بالامتحان لو يرسب؟ لا لا يرسب في رمضان. رمضان يجمعنا. طبعا تحياتنا الحسن اللي هو يطلع لي صراحة ومقاطع كلش حلوة ولطيفة. أريد تكتبون شنو رأيكم مقاطع اللي طلعت لنا اليوم بشهر رمضان. صراحة أني نعني مع العلم إنه طلع لي هواي مقاطع مع البنات محلوات، بس سويت لنا سكيب ما طلعتها لكم. ولا تنسون اللايك والاشتراك، والمقطع الجاي راح أسوي لكم أفضل وأكثر حلا أحبه بشهر رمضان. كل سنة أسويه.